بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وأهلا بكم في حلقة جديدة من الاستوديو التحليلي على قناتكم المتميزة قناة النادي الأهلي، واللي هتكون النهاردة لمباراة مهمة جدا 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 أمام سيراميكا كليوباترا في الأسبوع ال 28 من الدوري الممتاز. بس قبل ما نروح للمباراة، أعتقد إن إحنا كلنا النهاردة فرحانين في منتهى السعادة. يمكن الفترة اللي فاتت كنا زعلانين شوية وبنقول البعثة، كل البعثة ديت ما جابتش غير 3 ميداليات. النهاردة بسم الله ما شاء الله فتحت، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مصر كلها فعلا سعيدة النهاردة. أسعد شيء بالنسبة لكل رياضي إن علم بلده يترفع في المحافل الدولية، والنهاردة مين منا ما كانش مبسوط؟ كلنا كنا مبسوطين، والنشيد الوطني بيعزف في اليابان. والله الواحد كان جسمه بيقشعر، يعني كان جسمه بيقشعر في الماتشات واحنا بنتابعها، وجسمنا بيقشعر ساعة الميدالية والسلم الوطني. مصر غالية علينا جدا وتستحق مننا ان احنا نموت نفسنا في كل المحافل في كل مجال علشان خاطر بلدنا. بهنئ طبعا ابطالنا، ابطال مصر في الدولة الأولمبية، في الدورة الأولمبية اللي حققوا انجازات في دورة طوكيو اللي ان شاء الله ختمها بكرة، وفعلا كان ختامها مسك، وحققوا ميداليات تاريخية في مقدمتهم اللي حصل النهاردة من البطلة في ريال أشرف اللي حققت الميدالية الذهبية في وزن 61 في الكاراتيه، وكمان النهاردة البطل أحمد الجندي اللي حقق الميدالية الفضية في عودة تاريخية ليحقق ميدالية تاريخية لمصر في الخماسي الحديث، وكمان امبارح شفنا بطلتنا الأهلوية جيانا فاروق بطلة النادي الأهلي اللي حققت الميدالية البرونزية في وزن 61 كيلو في الكاراتيه، وكانت تستحق الصعود للنهائي، وشفناها كلنا كانت متفوقة، وكنا متوقعين كلنا ان الحكام يعلنوا نتيجتها لان كانت نتيجة 1-1 وكانت القرار بقى للحكام، ولكن بصراحة هي تعرضت لظلم تحكيمي باين وخلاها تاخد البرونزية بدل ما تلعب على الذهبية. وطبعا شفنا من قبل كده البطلة هدايا ملاك اللي حققت البرونزية في التايكوندو، والبطل سيف عيسى اللي حصل على البرونزيه في التايكوندو ايضا، وكيشو ابن اسكندريه بطل المصارعه والحصل على البرونزيه في المصارعه الرومانيه، ليكون نصيب مصر في النهايه 6 ميداليات متنوعه. تفوق مصري رياضي تحت رعايه القياده السياسيه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايما بيهتم بالرياضه والرياضيين وتكريمهم وتحفيزهم في جميع المحافل، وده منح اللعيبة دوافع كبيرة جدا 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 ليتفوقوا، وفعلا فعلا كانوا جادرين بالميداليات ديت. ويمكن زي ما احنا قلنا كمان، لا بالعكس، ان في كمان جيانا اتظلمت امبارح، ولكن الحمد لله رب العالمين 6 ميداليات. كان قبل البعثة ما تسافر اللي يقول لك 4 واللي يقول لك 5 واللي يقول لك 3، وبعدين لما وقفت عند 3 الناس قعدت تتكلم، ولكن الحمد لله رب العالمين زي ما قلنا ختامها مسك، خلى الرياضة المصرية في حتة تانية خالص. الرياضة المصرية في تقدم وازدهار، ولازم نفتخر باللي عملوه أبطالنا، وزي ما هنينا اللي حققوا ميداليات بنقول للي موفقوش إنها مش نهاية الكون،